الموت نتاعو واللي فكرني اجتماع 23 أكتوبر 1954 الذي يسميه المؤرخون باجتماع الحسم، اجتماع الحسم لأنه هذا الاجتماع هو الذي انبثقت عنه جبهة التحرير وجيش التحرير الوطنيين. هذا الاجتماع هو الذي وضعت فيه اللمسات الأخيرة ولبيان أول نوفمبر هذه الوثيقة التاريخية الخالدة التي لازالت صالحة إلى غاية يومنا هذا، وهي المرجعية الرئيسية للأمة الجزائرية. إذا بعد أن أسست جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني وصيغة بيان أول نوفمبر، انفجرت الثورة كما هو مخطط لها يوم الاثنين في على الساعة 0 أول نوفمبر 1954. تاريخ أول نوفمبر لم يحدد إلا في هذا الاجتماع، ولهذا هذا الاجتماع أفضى القرارات الآتية: البيان، التسمية الجناح السياسي والجناح العسكري، والاتفاق على التاريخ، وأن يبقى سرا إلى غاية الاندلاع الثورة. الحمد لله 70 سنة بعد الاستقلال بلادنا ظهرت وفرضت نفسها أمام البلدان الأخرين